الوغ مرضى السكري الصيام ديال شهر رمضان كيشكل خطر عليهم، ولكن خصنا نعرفوا ونفرقوا الفئات ديال مرضى السكري. كاين مرضى السكري اللي عندهم عوامل خطر كبيره، هذوك الناس ما خصهمش يصوموا، وخاصنا الصيام كيشكل واحد الخطر اللي كيمكن يؤدي بهم الموت. وكاين فئات ديال مرضى السكري اللي عندهم ما عندهمش بزاف عوامل الخطر، ولكن كوام الصيام تكون صعيب، وديك الساعه كيخصهم يتشاوروا مع طبيب المعالج ديالهم. دونك هذا النهار غادي نهضروا على الفئات اللي الصيام عندهم كيشكل خطر كبير، واول فئه هي السكري النوع الاول او الثاني اللي كيتناولوا حقن ديال الانسولين، لان الخطر الكبير عليهم هو انخفاض حاد في نسبه السكر في الدم خلال فتره الصيام. هذا الانخفاض هو مضاعفه حاده اللي يمكن لها تؤدي الى الغيبوبه. دونك لان الانسولين هي ماده كتهبطنا السكر بواحد السرعه اللي هي كبيره، وخاص يكون تناول الوجبات في واحد الاوقات محدده. دونك هادو الفئه الاولى. بالنسبه للناس المسنين اللي عندهم اكثر من 70 سنه وعندهم امراض اخرى بحال امراض القلب ولا امراض القصور الكلوي، بالنسبه للناس اللي صغار ولكن كمان عندهم مضاعفات مزمنه ديال مرض السكري بحال امراض الكلي بحال اللي قلنا القصور الكلوي، امراض القلب والشرايين، فهذا خطر عليهم يصوموا. ايضا اللي كيتناولوا الاقراص وكمام تيديروا دي زيبوغليسيمي، يعني تقبل من شهر رمضان كيكون عندهم كياخذوا غير اقراص ديال اللي كيهبطوا السكر، وكي يكون عندهم دي زيبوغليسيمي يعني تنخفاض حاد في السكر، فهادو ممنوع لهم يصوموا. كاين اشخاص مرضى ديال السكري ايضا اللي كيكون هذا المراه الحامل والمرضعه، فاذا كانت عندها مرض السكري فان الدين ديالنا ديجا غير لو فات كيل سوا انسانت اولا كترضع فما خصهاش تصوم عاد في صيامها الا كان عندها مرض السكري. دونك بالنسبه ايضا الناس اللي عندهم مرض سكري اكثر من 10 سنين فلا بد خاصهم يديروا واحد الفحوصات باش يعرفوا النسبه ديال الخطر ديالهم، واش هما من الفئه اللي كيمكن لهم يصوموا ولا من الفئه اللي ما كيمكنلهاش تصوم. ضروري هاد الاستشاره الطبيه كتكون 6 ديال الاسابيع حتى شهرين قبل من حلول شهر رمضان. كيدير طبيب المعالج واحد الفحوصات واحد التحاليل باش كيشوفوا الوظيفه ديال الكليتين، كنشوفوا القلب واش فيه مضاعفات، باش كنديروا ان سكور، كنديروا بحال اون ستراتيفيكاسيون ديال لو ريسك ديالهم، وكنعطيوهم نصائح اللي هي بيرسوناليزي يعني مشخصه لكل واحد. ما كاينش واحد مريض سكري كيشبه المريض اخر، كل مريض وعندو لو ريسك ديالو. دونك سي بوغ سا كنأكد بزاف على هاد لا كونسلطاسيون بري رمضان اللي قبل من شهر رمضان، باش الواحد كيستشر مع الطبيب ديالو، ويلا كوميم الى انسيستي المريض باش يصوم فكنرافقوه، كيخصنا هذا هو الواجب ديالنا باش نرافقوه، كندير واحد لو سويفي واحد المراقبه مشدده اكثر، ويلا كان المريض بغى يصوم كنعطي واحد النصائح اللي هي بالنسبه للتغذيه، بالنسبه للوتو سيرفيانس كليسيميك يعني المراقبه الذاتيه ديالو ديال السكر بلا باغي ديالو ديال السكر، بعد المرات 3 المرات في النهار، بعد المرات حتى 6 7 المرات في النهار، باش كنقدو نرافقوا هذا المريض هذا خلال شهر رمضان.